هاي يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله. فؤاد موجود جوه؟ لا يا فندم، انا اسفه هو مش موجود. مش موجود؟ طيب اتفضلي استريحي. الو. يا فؤاد يا حبيبي، انت مش في الشركه؟ انا موجوده هنا بس انت مش موجود، مع ان الميعاد ده عمرك ما بتخرج فيه من الشركه. لا لا مفيش حاجه، انا كنت معديه فقلت اطلع اخد معاك فنجان قهوه. لا يا حبيبي ما تنزعجش ولا حاجه، انا استريح شويه من المشوار وبعدين اروح. باي. استاذ فؤاد لازم يمضي على الورق ده. اوكي. حضرتك الموظف الجديد؟ ايوه يا فندم. مستر خالد مش كده؟ ايوه. اهلا بيك، يا ريت تحصلني على المكتب. حاضر. اوكي، مين دي؟ دي والدة استاذ فؤاد. اوكي. اتفضل اقعد يا استاذ خالد. متشكر. انت جديد هنا مش كده؟ ايوه. طب يا ترى تعرف انا مين؟ الحقيقه انا سالت السكرتيره قالت لي ان حضرتك والدة استاذ فؤاد. مظبوط. تعرف سلمى من زمان؟ احنا يعتبر دفعه واحده. فؤاد بيشكر فيك قوي، وسلمى كمان موصيه عليك جامد قوي قوي. يا ترى انت متجوز؟ الحقيقه لا. بس باين عليك ابن الناس ومحترم. ربنا يخليكي. اوعى تكون من شباب اليومين دول اللي بيقول اصاحب اتجوز لا، بلاش مسؤوليات وكلام ده. تعرف الناس دول انا بفكر فيهم ازاي؟ اقول نجيب الشباب اللي بيفكروا كده كلهم نجمعهم ونولع فيهم. مش بالمعنى، بس انا بستغرب قوي ازاي اهاليهم ربوهم كده. يلا ما علينا، انا اسفه صدعتك بكلامي، اصل انا فاضيه قلت اضيع شويه وقت، ولما جيت ما لقيتش فؤاد قلت استناه واتكلم معاك واخد قهوه. انا اسفه اذا ضايقتك. لا ولا يهمك، انا تحت امرك. بس فؤاد بيحبك قوي ويظهر انكم هتبقوا اصحاب. الله يخليكي. اصل فؤاد ابني ده شاطر جدا، ما يصاحبش اي حد. ده شيء يشرفني طبعا. ميرسي. شكرا. تقدر تتفضل. شكرا. عن اذنك. تفضل.